السلام عليكم. الساعة الذكية هي الإكسسوار المثالي والرفيق المثالي لجوالك الذكي، لأنها راح تعطيك استخدامات كثيرة مفيدة، منها أنها تقدر مثلاً تعطيك التنبيهات مباشرة من جوالك بدون ما تفتح الجوال كل مرة. تقدر أيضاً تتبع موقعك عن طريق GPS، وأيضاً تقدر تعرف نبضات قلبك وتعطيك نصايح صحية مهمة، منها تمارين ومنها غيرها، عشان تحسن حياتك اليومية. في هذا الفيديو اللي بنصوره مباشرة من مكتب الجرير راح نعطيكم دليل سريع عشان تعرفون كيف ممكن تختارون الساعة الذكية المناسبة لكم. أول نقطة مهمة لازم ننظر عليها قبل لا نختار موديل الساعة اللي نبيه هو لازم نعرف نظام التشغيل اللي نبحث عنه. كل واحد فينا عنده جوال، الجوال هذا له نظام تشغيل، أيضاً الساعة الذكية لها نظام تشغيل. نظام التشغيل اللي في الساعة الذكية يفضل يكون متوافق جداً مع نظام تشغيل جوالك عشان تحصل على أكبر عدد من التطبيقات والخصائص والميزات اللي تقدر تستفيد منها. لما نتكلم عن الساعات هم ثلاث أنظمة تشغيل معروفة. النظام الأول هو WatchOS. WatchOS هذا من أبل ويعني أنه متوافق مع أجهزة أبل اللي هي الآيفون اللي يستخدم نظام التشغيل iOS، فدائماً اربط هذول الاثنين مع بعض. النظامين الثاني والثالث هم TizenOS وير او اس. هذول النظامين متوافقين بشكل كبير مع أجهزة أندرويد، فإذا كنت تستخدم أندرويد بشكل عام اختار ساعة تستخدم واحد من هذه الأنظمة لأنها بتعطيك أكبر عدد من المزايا الممكنة. الآن في نقطة إضافية بعد لازم تحطها ببالك، خصوصا إذا كنت مستخدم أندرويد. إذا كان عندك جوال مثلا من سامسونج أو جوال من هواوي، حاول تاخذ الساعة من نفس الشركة. ليش؟ لأن بعض هذه الشركات بتحط مزايا إضافية في الساعة تتوافق أو تشتغل فقط بين أجهزتهم، يعني ساعة هواوي مع جوال هواوي أو ساعة سامسونج مع جوال سامسونج. النقطة الثانية اللي بنتكلم عنها حجم الشاشة، وحجم الشاشة مهم. ليش؟ لأن هنا بتطلع لك معلومات، منها نصوص، منها صور إلى آخره. كل ما كانت الشاشة أكبر كل ما ارتحت أنت وانت تقرأ المعلومات هذه. فعندنا هنا من الأمثلة على الساعات اللي تقدم شاشة كبيرة الجالكسي ووتش وأيضا الأبل ووتش سيريس 4. النقطة التالية راح أتكلم عن البطارية. في ناس تحتاج معها ساعة ذكية تعطيها بطارية كبيرة وما تحتاج أنها تشحن كل شوي والثانية، فهنا لازم تختار لك ساعة تقدم لك بطارية تستمر لفترة طويلة. من الأمثلة الممتازة عندي ساعة هواوي ووتش 2 وأيضا ساعة فيتبيت سيرج. النقطة التالية راح نتكلم عن الساعات اللي تقدم لك خصائص للرياضة واللياقة. طبعا الساعات كلها تقدم خصائص مثل هذه، لكن في ساعات متخصصة فيها وتعطيها بعمق ومخصصة للرياضة بشكل عام، تعطيك مزايا تساعدك أثناء الممارسة، ومنها مثلا سلسلة ساعات فيتبيت. عندنا فيتبيت آيونيك وفيتبيت فيرس، وأيضا عندنا ساعة أبل ووتش نايكي. وتعقيبا على مسألة الرياضة، واحد ممكن يسأل إيش المميزات اللي ممكن استفيدها من الساعة الرياضية. الساعة الرياضية ممكن تشتغل بعيدا عن الهاتف حقك، حتى لو ما أخذت الهاتف ومش مرتبط بالساعة ممكن تستفيد منها. أيضا يكون فيها مزايا مهمة مثل مقاومة الماء. حتى الأطفال لهم ساعاتهم الخاصة مثل ساعة الكاتل موف والكاتل جي بي اس. الساعات هذه ممكن تكون مفيدة، أولا بتكون جميلة، الأطفال بيحبون شكلها، وأيضا بتحفزهم على عدة أشياء مثل أنها تحفزهم على الحركة، تحفزهم على متابعة الوقت وترتيب أمورهم وتنظيم حياتهم. وأنت كأب أو أم أيضا بتساعدكم أنكم تعرفون مكان أبنائكم عن طريق الجي بي اس اللي موجود في هذه الساعة. إذن هذا كان دليلنا لشراء الساعة الذكية، تكون متوافقة مع هاتفك الذكي وتعطيك أغلب الخصائص اللي ممكن تستخدمها. يعطيكم العافية على المتابعة، وبإذن الله انتظرونا في فيديو قادم من مكتب الجرير. مع السلامة.